من اعراض البواسير طبعا قلنا انتفاخ حول الشرج، وجود طبعا تسريب، ساعات العيان بيلاقي تسريب في ملابسه من تحت مع الحكه والهرش والكلام ده. الحاجات المهمه جدا هي نتعرف على اسباب البواسير. اسباب البواسير متنوعه جدا وكتير، منها جزء راسي، امساك مزمن عند العيان ما بيعالجوش، كحه مزمنه عند العيان مش بيعالجها، العيان بيقعد فترات طويله داخل الحمام، ودي صراحه من العادات السيئه جدا ان الحمام هو ما يعني الحمام بس لمجرد قضاء الحاجه والناس بتخرج بسرعه، لكن الناس دلوقتي اسف اصبح الحمام يعني مكان للقعده، مكان للقرايه، مكان للموبايل، مكان لسماع فيديوهات. للاسف الموضوع اتغير تماما والعادات دي بقت سيئه جدا. العيان بيقعد في الحمام بشكل معين، الشعر بتبقى زي منطقه كده فيها تقل ديبندنت بوينت، مع الحزق والحمام والكلام ده يحصل بروز اكتر وارتخاء اكتر وتمدد اكتر للاورده، فده بيؤدي الى ظهور البواسير. برضو من الناس اللي بتتعود على 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 الحمام بشكل عنيف، يعني مع حزق شديد في الحمام، ده برضو بيعمل او بيسبب البواسير. اولا العيان عنده نظام غذائي خطا، العيان دايما معظم اكله نشويات، رز ومكرونه والكلام ده، عيان ما بيشربش ميه كتير، عيان ما بياكلش الياف كتير، نظام غذائه نفسه سبب من اسباب البواسير. طبعا مضاعفات البواسير المهمه، العيان طبعا يعني البواسير حاجه بسيطه جدا في علاجها في الاول جدا، لكن لو دخلت في مضاعفات تبقى مزعجه جدا للعيان. مضاعفات البواسير العيان ممكن يخش في انيميا عنيفه جدا بسببها، انيميا حاده، يعني شفنا عيانين هيموجلوبين وصل لسبعه وثمانيه بسبب وجود البواسير، نزيف عنيف جدا، لقى الدنيا مليانه دم بعد الحمام، وهو برده ما بيروحش للدكتور ولا بيكشف ولا بياخد ادويه. من برده المضاعفات المهمه ان ساعات بيحصل حاجه اسمها تخثر في البواسير، البواسير بتتزنق، تعمل جلطه دمويه داخل البواسير، المها مبرحه جدا للعيان. ساعات بيكون حلها نفتح البواسير ونفض الكتله الدمويه اللي اتكونت دي، مع طبعا بقى تقرحات وافرازات بتنزل عن طبعا مزعجه جدا. ساعات بيحصل سقوط شرجي بسبب البواسير. من الوقايه من البواسير يعني تنظيم الحياه الطبيعيه، يعني الوقايه وتظبيط اكلنا وشربنا، تغيير عاداتنا في الحمام، لو في امساك عالجه، لو في كحه شديده عالجها، وهكذا.